السيسي يتفقد الكلية الحربية ويؤكد أهمية إعداد جيل جديد من القادة والمقاتلين. مصر تستضيف اجتماعا لأعضاء مجلس النواب الليبي في إطار مسعيها لحل الأزمة السياسية. وكالة فيتش تخفض تصنيف تركيا الائتماني مع نظرة مستقبلية سلبية والليرة تهوي مجددا. الثانية عشر ظهرا العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة إعداد جيل جديد من القادة والمقاتلين مسلح بالقدرات البدنية والعلمية والمهارات القتالية العالية. جاء ذلك خلال تفقده فجر اليوم الكلية الحربية، حيث تابع برامج التدريب اليومية لرفع الكفاءة البدنية لطلبة الكلية وكذلك الإعداد المهري لهم. كما أكد الرئيس السيسي أن التدريبات تعد إحدى أهم الركائز في بناء ضباط وقادة المستقبل داخل القوات المسلحة وتنمية قدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم لحماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره. كما أوصى الرئيس الطلبة بالحفاظ على استعدادهم الذهني والقتالي المرتفع والتمسك بالمبادئ الأصيلة للعسكرية المصرية وإعلاء قيم الانضباط العسكري والتضحية من أجل الوطن. نجحت البعثة الدائمة لمصر في جنيف في تمرير قرار أممي بمجلس حقوق الإنسان الدولي في دورته 41، يشير إلى مساهمات منتدى الشباب العالم في تناول قضايا الشباب عالميا. وصرح السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم في جنيف بأن بيان وفد مصر خلال جلسة اعتماد مشروع القرار أكد إيمان مصر بأن زيادة نسبة الشباب على مستوى العالم تفرض تحديات ضخمة، من بينها توفير مناخ يمكن الشباب من التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. توجه 35 طبيبا إلى انجلترا للتدريب على منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة التي بدأ العمل بها في محافظة بورسعيد أول يوليو الجاري. ويأتي إرسال البعثة الثانية في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة والسفارة البريطانية بالقاهرة الذي يضم سفر 300 طبيب إلى انجلترا تباعا لتلقي التدريب على برنامج التأمين الصحي الجديد وأساسيات طب الأسرة الذي يوفر رعاية شخصية وشاملة ومستمرة للفرد في إطار الأسرة والمجتمع. لبيك يا طرابلس لبيك، لبيك يا طرابلس لبيك. قام أعضاء مجلس النواب الليبي بزيارة إلى مجلس النواب وذلك على هامش اجتماع اللجنة الوطنية المعنية بليبيا. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المصرية لتوحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل سياسي يقوده البرلمان الليبي. وكان عدد من نواب البرلمان الليبي توافدوا إلى القاهرة ممن يمثلون جميع التيارات السياسية داخل ليبيا ويمثلون جغرافيا الشرق والجنوب والغرب الليبي. يظل الموقف المصري تجاه الأزمة الليبية ثابتا بضرورة دعم الحل السياسي والقضاء على الجماعات الإرهابية حفاظا على وحدة وسلامة ليبيا. وتأتي المساعي المصرية في هذا الإطار لتوحيد رؤى جميع الليبيين. المزيد في هذا التقرير. في الوقت الذي تسعى فيه أطراف إقليمية إلى إزكاء الصراع في ليبيا ودعم تنظيمات إرهابية بالبلاد، كان الموقف المصري تجاه الأزمة ثابتا لم يتغير. احترام وحدة وسيادة ليبيا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ودعم جيشها مبادئ ارتكز عليها هذا الموقف، وجددت القيادة السياسية التأكيد عليه في كل محفل إقليمي ودولي. لمسؤولياتنا المشتركة تجاه دعم استقرار ووحدة ليبيا الشقيقة وسلامتها الإقليمية وحمايتها من مخاطر الإرهاب والتدخلات الخارجية
المستمرة في ليبيا على مدار الأعوام الماضية. إن دول الاتحاد الإفريقي هي الأقرب بالجوار والتاريخ والمصير إلى ليبيا، وهي الطرف المعني أكثر من غيره بالاستقرار هناك وتوحيد مؤسسات الدولة للعمل في هذا البلد، وتمكين قوات الجيش والشرطة المدنية من أداء واجبها في الحفاظ على السلم والاستقرار والقضاء التام على أشكال الإرهاب كافة. ويأتي الاجتماع الذي تستضيفه القاهرة لأعضاء مجلس النواب الليبي برعاية اللجنة الوطنية المعنية بليبيا ضمن الجهود المصرية الرامية إلى توحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل سياسي يقوده البرلمان الليبي. المساعي المصرية لحلحلة الأزمة الليبية لم تتوقف عند هذا الحد، حيث حرصت مصر على المشاركة في المؤتمرات الدولية حول ليبيا، وآخرها مؤتمر باليرمو الذي عقد في نوفمبر الماضي بإيطاليا بمشاركة الرئيس السيسي. كما تحرص مصر على المشاركة بفاعلية في اجتماعات دول جوار ليبيا، كما استضافت القاهرة منذ بداية الأزمة العديد من الاجتماعات بهدف توحيد المؤسسة العسكرية الليبية. مشاهدينا الكرام، نتابع الآن الصور الخاصة بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكلية الحربية فجر اليوم، حيث تابع برامج التدريب اليومية لرفع الكفاءة البدنية لطلبة الكلية وأيضا الإعداد المهاري لهم. كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة إعداد جيل جديد من القادة والمقاتلين مسلح بالقدرات البدنية والعلمية والمهارات القتالية العالية. وأكد الرئيس السيسي أن التدريبات تعد إحدى أهم الركائز في بناء ضباط وقادة المستقبل داخل القوات المسلحة وتنمية قدرتهم على تنفيذ المهام الموكل إليهم لحماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره. أيضا أوصى الرئيس الطلبة بالحفاظ على استعدادهم الذهني والقتالي المرتفع والتمسك بالمبادئ الأصيلة للعسكرية المصرية وإعلاء قيم الانضباط العسكري والتضحية من أجل الوطن. وعودة إلى الملف الليبي، حيث نفذ سلاح الجو ضربات مكثفة على مقرات الميليشيات الإرهابية في مدينة غريان جنوب غربي العاصمة طرابلس. أوضحت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش أن الضربات استهدفت مقرات تابعة لإرهابي تنظيم شورى بني غازي بالمدينة، وأسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين وتدمير شاحنات تابعة لهم. أعلنت وزارة الداخلية الكويتية ضبط خلية تتبع تنظيم الإخوان الإرهابي صدر بحقها أحكام قضائية في مصر وصلت إلى 15 عاما. أوضحت الوزارة في بيان لها أن الجهات المختصة تمكنت من تحديد مواقع ناصر خلية، وتم ضبطهم خلال عملية أمنية استباقية في أماكن متفرقة. وأوضح البيان أن المتهمين أقروا خلال التحقيقات الأولية بقيامهم بعمليات إرهابية في أماكن مختلفة داخل مصر. أحبطت السلطات الأمنية في اليمن مخططا إرهابيا بعد مداهمة وكر لتنظيم الإخوان الإرهابي والعثور على كميات كبيرة من الأسلحة. وأوضحت في بيان أن مكافحة الإرهاب داهمت الوكر الإرهابي في مديرية المعلى جنوب مدينة عدن، وعثرت على أنواع من الأسلحة عليها شعار قطر. تواصل قطر مخططاتها التخريبية في اليمن لتأجيج الفتنة والعنف ودعم الجماعات الإرهابية في ظل حرمانها من خطوط الإمداد، بما يعزز من الأدلة التي تشير لارتباط تنظيم القاعدة في اليمن بالنظام القطري مباشرة. مخططة تخريبية تواصل قطر لعبها في اليمن
أحدثوا تلك المخططات ما أحبطته السلطات الأمنية في اليمن بعد مداهمة وكر لتنظيم الإخوان الإرهابي والعثور على كميات كبيرة من الأسلحة. وبحسب مصدر أمني فإن قوات مكافحة الإرهاب داهمت الوكر الإرهابية في مديرية المعلى جنوب مدينة عدن وعثرت على أنواع من الأسلحة عليها شعار قطر. وكانت الأجهزة الأمنية في عدن قد ضبطت شحنة أسلحة قادمة من محافظة أخرى عند المدخل الشرقي. وتحدثت مصادر في وقت سابق عن دعم وتمويل قطري لخلايا في المناطق المحررة تعمل على التخريب والعمل استخباراتيا لصالح ميليشيات الحوثي وتنظيم الإخوان. وبحسب المصادر أيضا فإن الهجمات في المناطق المحررة تحمل بما لا يدع مجالا للشك بصمات الدعم القطري التخريبي. وأكدت المصادر وجود أدلة بشأن الدور القطري في تنظيم القاعدة الإرهابية في اليمن بملايين الدولارات، بالإضافة لتسخير الدوحة أبواقها الإعلامية في حملاتها الممنهجة ضد قوات الشرعية التي تخوض حربا ضد الإرهاب والميليشيات. خفضت وكالة فيتش تصنيف الديون السيادية لتركيا من BB إلى BB ماينس إلى نظرة مستقبلية سلبية. وأوضحت الوكالة أن قيام أردوغان بعزل محافظ البنك المركزي التركي سلط الضوء على التدهور الحادث في استقلالية البنك المركزي التركي وتماسك السياسة الاقتصادية ومصداقيتها. أضافت فيتش أيضا أن إجراءات العزل تثير مخاطر بتقويض تدفق رؤوس الأموال الأجنبية. هبطت الليرة التركية إلى 1.2% أمام الدولار الأمريكي، وذلك بسبب مخاوف من عقوبات أمريكية بعد أن سلمت روسيا أجزاء من نظام صواريخ S-400 للدفاع الجوي إلى تركيا. وفي بورصة إسطنبول تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم التركية إلى 2.25%، في حين هبط مؤشر القطاع المصرفي 3.2%. طلب أعضاء بارزون بمجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على تركيا بسبب شراء الأخير نظام الدفاع الجوي الصاروخي الروسي S-400. وقال رئيسا لجنتي القوات المسلحة والعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ونائباهما في بيان إن أردوغان اختار شراكة قطرة مع روسيا على حساب أمن تركيا ورخائها الاقتصادي وسلامة حلف الناتو. دعينا وزارة الدفاع إلى إنهاء مشاركة تركيا في برنامج طائرات F-35. أكد وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة مارك أسبر أن موقف بلاده لم يتغير من إلغاء برنامج F-35 لتركيا بعد صفقة منظومة الدفاع الروسية. شدد أسبر على أن تركيا لا يمكنها امتلاك منظومة S-400 الروسية ومقاتلات F-35 الأمريكية المتطورة في آن واحد. يأتي ذلك فيما صرح مسؤول رفيع في البنتاغون بأن العلاقات العسكرية مع تركيا ستشهد توترا غير مسبوق على خلفية صفقة S-400. وأشار إلى أن قادة البنتاغون سيراجعون آليات العمليات الجوية الأمريكية التي تنطلق من القاعدة التركية، مضيفا أن مستقبلها رهن قرار الرئيس دونالد ترامب والخارجية الأمريكية. أعرب حلف شمال الأطلسي الناتو عن قلقه إزاء إعلان تركيا بدء تسلم منظومة S-400 الروسية. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع التركية وصول طائرة روسية رابعة إلى أنقرة تحمل أجزاء من منظومة S-400 الروسية. وبحسب وسائل إعلام تركيا فقد رافق هذه القطع خبراء الروس للإشراف على عمليات التسلم والتركيب. كشفت صحيفة واشنطن بوست عن أن الإدارة الأمريكية تعتزم فرض عقوبات وصفتها بالقاسية على تركيا على خلفية تسلمها منظومة صواريخ S-400 الدفاعية الروسية. وأوضحت الصحيفة أن العقوبات تشمل إنهاء مشاركة أنقرة في برنامج مهم خاص بطائرات حربية مقاتلة.
ومنذ ما يقرب من عامين حذرت الولايات المتحدة الحكومة التركية من مغبة شراء المنظومة الصاروخية الروسية، وتوعدت واشنطن أنقرة بفرض عقوبات قد تزيد من شلل الاقتصاد التركي. توقع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن تؤدي صفقة نظام الدفاع الصاروخي الروسية إلى تدمير العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة على المدى الطويل. وأشارت الصحيفة إلى أن أنقرة قد تواجه إجراءات عقابية منفصلة بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا، مما سيضر بشدة القدرات المستقبلية للقوات المسلحة التركية، فضلا عن تأثير ذلك على الاقتصاد الهش بالبلاد. هذا وتجاهلت تركيا التحذيرات الأمريكية ومضت في شراء منظومة S-400 الروسية، ما ينذر بوقوع أزمة كبيرة بين أنقرة وواشنطن. المزيد في هذا التقرير. قرارات متخبطة وضربات موجعة تلقاها أردوغان وحزبه العدالة والتنمية على مدى الأيام الماضية وهددت عرشه المتهاوي. فالعلاقات الأمريكية التركية أخذت في التدهور على خلفية إصرار نظام أردوغان على شراء منظومة الدفاع الصاروخية الروسية S-400، وتلويح واشنطن مرارا بعقوبات قاسية ضد أنقرة في حال أكملت الصفقة. إصرار أنقرة على شراء المنظومة لم يكن فقط لأهداف دفاعية بقدر ما هو حماية لنظام أردوغان. فبحسب صحيفة ديكان التركية فإن المنظومة ستنشر بقاعدة أكنجي الجوية بالقرب من أنقرة، والتي يمكن من خلالها السيطرة بسهولة على أي تحرك يستهدف الانقلاب على أردوغان بسبب سياساته الفاشلة، ولتأمين مبنى البرلمان والقصر الرئاسي. بينما ذهب خبراء إلى أن اختيار أردوغان قاعدة أكنجي، والتي كانت مقر من أدين في محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016، تشير إلى خشيته من قواته الجوية. وجاء قرار أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي دون تقديم أي سبب رسمي للإطاحة به دليلا على حالة التخبط التي يعيشها نظامه، وليعمق الشكوك حول استقلال أكبر مؤسسة مالية في البلاد. السياسات المتهورة لأردوغان لم تعد مقصورة على الشأن الداخلي، بل امتدت إلى الخارج وطالت قبرص طمعا في ثرواتها النفطية. فحكومة أردوغان مصممة على التنقيب على الغاز قبالة سواحل قبرص، رغم التنديدات الدولية بتلك الخطوة التي اعتبرها كثيرون غير قانونية، وستعرض أنقرة لعواقب وخيمة. يتجه الاتحاد الأوروبي لتجميد معظم الاتصالات رفيعة المستوى مع تركيا وخفض تدفقات الأموال إليها على خلفية اعتزام أنقرة التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص وتجاهلها للتحذيرات الدولية في هذا الشأن. وأوضحت وكالة بلومبرج الأمريكية في تقرير لها إن دبلوماسيين أوروبيين وافقوا على صياغة مشروع قرار من المقرر أن يتم اعتماده رسميا من قبل وزراء خارجية التكتل يوم الاثنين المقبل. وأشارت إلى أن مسودة القرار تدعو إلى تعليق المفاوضات حول اتفاقية في مجال الطيران مع أنقرة، ودعوة بنك الاستثمار الأوروبي إلى مراجعة الإقراض المدعوم سياديا لصالح تركيا. أطلق نائب رئيس وزراء تركيا وزير المالية السابق علي باباغان حزبا جديدا برفقة مجموعة من خصوم أردوغان تحت اسم الأمان. وكشفت وسائل إعلام تركيا عن نية 40 برلمانيا منتمين للحزب للحزب الحاكم الانضمام إلى هذا الحزب الجديد. Thank you.
انخفض سقف الحريات الصحفية في تركيا إلى أدنى مستوى مع تزايد أعداد الصحفيين المسجونين أو المحكوم عليهم أو المطرودين من العمل الصحفي لمجرد انتقادهم الحكومة أو أردوغان أو كشفهم وقائع فساد، حتى تحولت البلاد لأكبر سجن للصحفيين في العالم. لم تتوقف الانتهاكات ضد الصحافة المستقلة في تركيا عند حد ملاحقة العاملين في هذا المجال ومحاكمتهم قضائيا بذريعة الارتباط بحركة جولين أو التعدي على الرئاسة. آخر مظاهر هذه التعديات رواية نشرتها الصحفية التركية نيفيسين مينجو التي أكدت أن أردوغان وحزبه أصدروا أوامر بفصلها عن شبكة CNN ترك بعد أن أتمت السلطات التركية الاستحواذ عليها من وكالة دوغان. قضية أخرى أثارت جدلا كبيرا في الشارع التركي عقب تقدم أوتكو تشاكير عضو حزب الشعب الجمهوري في مدينة إسكي شهر بطلب استجواب أمام البرلمان التركي لمعرفة مصادر تمويل ومدى المعافاة الضريبية التي يحصل عليها مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نشر تقريرا يصنف الصحفيين التركيين حسب توجهاتهم السياسية ومعتقداتهم الدينية فيما يمثل جريمة عنصرية وتمهيد لملاحقة المعارضين منهم لسياسات أردوغان. التقرير الذي جاء تحت عنوان امتدادات وسائل الإعلام الأجنبية في تركيا لم يفوت الفرصة إلى حد إدانة صحفيين بالتخابر مع الخارج والتشكيك في وطنيتهم بحسب صحيفة زمان التركية. السياسات العدوانية ضد الصحفيين داخل تركيا امتدت إلى الخارج حتى باتت السمة المميزة لحراس أردوغان، ووفقا لتقارير من البوسنة فإن حراس أردوغان اشتبكوا مع شرطة الحدود في مطار سرييفو الدولي بعدما رفضوا تسليم أسلحتهم، وقال قائد شرطة الحدود إن حراس أردوغان كانوا عدوانيين وتصرفوا بحماقة ويستحقون السجن بحسب تعبيره. ولم يكن هذا الحادث هو الأول من نوعه، حيث وقعت اشتباكات بين متظاهرين وحرس أردوغان خلال زيارته لواشنطن في مايو عام 2017 ما أدى إلى إصابة 12 شخصا بجروح بينهم شرطي. وقامت وزارة الخارجية الأمريكية باستدعاء السفير التركي لدى واشنطن وتسليمه احتجاجا رسميا. قرارات متخبطة وصفعات قوية تعرض لها أردوغان منذ مطلع الشهر الجاري هزت عرشه المتهوي. المزيد في العرض التالي. We'll be right back.
وصلت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية، ومن المقرر أن تلتقي بعدد من المسؤولين العراقيين لبحث الأوضاع في العراق خاصة والمنطقة بشكل عام. كما ستلتقي موغريني وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم على أن يعقب ذلك مؤتمر صحفي مشترك. نفذت القوات العراقية عملية أمنية شمال شرقي محافظة ديالى عقب رصد تحركات لعناصر تنظيم داعش الإرهابي بالمنطقة. يأتي هذا في وقت أفادت وسائل عراقية بإصابة مدير استخبارات ومكافحة الإرهاب في ديالى وثلاثة من عناصر الحشد الشعبي في انفجار عبوة ناسفة في جبال حمرين شمال شرقي ديالى. جددت روسيا موقفها المؤيد لحق سوريا في الدفاع عن مواطنيها والحفاظ على سلامة أراضيها وتطهيرها من الإرهاب. جاء ذلك على لسان المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق. أوضحت رئاسة السورية في بيان أن الجانبين بحثا جهود تشكيل لجنة دستورية السورية واتفقا في هذا الشأن على عدم السماح للدول التي تحاول إطالة أمد الحرب الإرهابية على سوريا بوضع العراقيل أمام هذه العملية. قال مدير عام الآثار والمتاحف في سوريا محمود حمود إن عشرات المواقع في مدينة عفرين السورية استباحها الأتراك وكل من ينضوي تحت رايتهم من الإرهابيين، مشيرا إلى أن ذلك يعد جريمة حرب يجب أن يحاسب عليها. كما أكد أن أعمال التخريب والاعتداء على المواقع الأثرية لم تتوقف أبدا وأنها شملت جميع المواقع، مشيرا إلى أنهم يحطمون الحضارة السورية واصفا تلك الاعتداءات بأنها خرق للقوانين والشرائع الدولية كلها. إذن ينضم إلينا من دمشق هاتفيا دكتور محمود حمود مدير عام الآثار والمتاحف في سوريا. طيب دكتور محمود، طبعا تصريحات حضرتك تبعناها في سياق الخبر والمتعلقة بمسألة النهب والتعرض للمواقع الأثرية طبعا في سوريا من قبل الأتراك ومن يتبعهم لهذا التدمير والتخريب، مزيد من التفاصيل مع حضرتك لو توضح لنا الصورة أكثر. حقيقة منذ اللحظة الأولى التي وطأت يعني أقدام العدوان التركي وعملائه إلى مناطق شمال سوريا وغربها، الحقيقة كانت المواقع الأثرية يعني عرضة للنهب والسلب والتخريب والتدمير. لا بل قبل ذلك عندما قصفوا يعني قبل أن يحتلوا المنطقة الأثرية قصفوا بطيرانهم معبد عندارة العادل والقبل من الهاتف، وهو معبد مهم جدا وفيه كثير من الملحوظات الجميعة والنادرة، وهذا يدل على أن هناك أهدافا مبيتة والتدمير ممنهج يهدف إلى القضاء على التراث الثقافي السوري المهم جدا، وعلى أيضا يعني القضاء على الموارد الشعب السوري، لأن هذه الآثار هي موارد لا تنضب على الإطلاق، وهو يدل على حقد وسائر على الشعب السوري وعلى تاريخ هذا الشعب، وهو يذكرنا حقيقة بالأفعال التي قام بها هناك عندما دمر العلم والمكاتب في بغداد، ولا يختلف على الإطلاق يعني ما فعله هناك وما يفعله أردوغان ونظامه من تدمير لهذه المواقع الأثرية السورية التي انذهبت فلن قوت. وانا الان اليوم والله وصلتني من تل جنديرز ايضا، يعني هناك ثلاث جرافات تعمل في هذا التل المهم الذي كانت ترتب به بعثة ألمانية ومنذ يعني قبل الحرب. طيب دكتور محمود، ما المتوقع او ما المنتظر، ما الذي تنتظرونه من المجتمع الدولي او من حتى الجهات والمنظمات المختصه والمهتمه بالشؤون التراثيه والحضاريه؟ والله هو هذا البيان الذي اصدرناه رهن المجتمع الدولي، طبعا نحن تواصلنا وراسلنا كافه المنظمات الدوليه اليونسكو وغيرها والمنظمات المعنيه في هذا الشان،
ولكن يعني لا يعني نتوقع، لان يعني اي استجابه، لان النظام التركي لا يأبه بكل قرارات دوليه وكل القوانين والشرائع الدوليه، لانكم وكما تعلمون يعني القانون الدولي يمنع قوات الاحتلال لاي منطقه من الاعتداء على موارد الارض والشعب الذي تحتله، وبالتالي لا يبغون بذلك، دمروا وسرقوا ونهبوا المصانع، نهبوا الثروات كلها، والان يبدو انه لم يبقى لديهم الا هذا التراث الغني جدا الذي يعرف قيمته العالم، وذلك كان لدينا ما لا يقل عن 100 بعثه اجنبيه تعمل في بلادنا لنظهر لاهميه هذا التراث. هذا التراث كله يدمر الان للاسف الشديد، كلها حواضر وعواصم قديمه تعود الى الالف الاول والثاني والثالث قبل الميلاد، تدمر على ايدي الارهاب والهمجيه والتخلف التي يقودها اردوغان. اشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود حمود، مدير عام الاطار والمتاحف في سوريا، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق. أعلن مصدر أمني صومالي ارتفاع حصيلة الضحايا التي استهدف الهجوم الذي استهدف أحد الفنادق في مدينة كسمايو الساحلية إلى 26 قتيلا، كما أوضح أن من بين القتلى مرشحا في الانتخابات المحلية المقبلة. كانت قوات الأمن الصومالية أعلنت إنهاء الهجوم الذي شنته عناصر من حركة الشباب الإرهابية على الفندق، مؤكدة مقتل جميع المهاجمين. واستخدمت العناصر الإرهابية سيارة مفخخة في الهجوم على الفندق الذي كان يستضيف اجتماعا لشيوخ القبائل وبعض النواب. أعلنت السلطات الأفغانية وقوع انفجار في مدينة جلال أباد أسفر عن مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين من رجال الشرطة. وذكر مسؤول أمني أن الحادثة نتج عن انفجار قنبلة مغناطيسية في المدينة، إذ هذا بينما أعلنت مصادر عسكرية أفغانية مقتل 7 مسلحين تابعين لحركة طالبان خلال غارات جوية نفذتها القوات الأفغانية في إقليمي فراه وهيرات بغربي أفغانستان. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة نجحت في تقليص قدرة إيران على القيام بأنشطتها الإرهابية كأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم. وأضاف بومبيو أن قدرة طهران على دعم حزب الله في لبنان وتأمين الميليشيات في العراق ودعم الحوثيين في اليمن قد تقلصت بشكل كبير بسبب شح التمويل، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة بصدد تشكيل تحالف عالمي لتأمين الممرات المائية الدولية دون عوائق. أقر مجلس النواب الأمريكي تعديلا قانونيا يهدف إلى منع الرئيس دونالد ترامب من شن حرب ضد إيران دون الحصول على موافقة الكونغرس. وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مجلس النواب مرر التعديل بعد انضمام نحو 20 نائبا جمهوريا إلى النواب الديمقراطيين المؤيدين للتعديل. وكان ترامب أعلن الشهر الماضي تراجعه عن شن ضربة عسكرية على إيران بعدما أسقطت الأخيرة طائرة أمريكية موجهة قالت إنها اخترقت مجالها الجوي.
أعلنت شرطة جبل طارق في بيان رسمي الإفراج عن طاقم ناقلة النفط الإيراني المحتجزة بكفالة مالية دون توجيه اتهامات للطاقم. وأضاف البيان أن الإفراج عن طاقم الناقل المكون من 4 أفراد جاء بعد 2 يوم من اعتقالهم، مشيرا إلى أنهم حصلوا على كفالة مشروطة وأن التحقيقات ما زالت مستمرة مع احتجاز الناقلة النفطية. رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي إنها ستغادر منصبها في وقت لاحق من الشهر الجاري بمزيج من الكبرياء والإحباط، وذلك بعد فشلها في الحصول على تأييد مجلس العموم لاتفاق خروج لندن من الاتحاد الأوروبي. أضافت ماي في تصريحات أنها أخطأت في تقدير حجم المعارضين داخل البرلمان للبريكزيت. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات ستبدأ في اعتقال وترحيل المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني بدءا من اليوم في 10 مدن أمريكية. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنه لا يشعر بالقلق من أن خطة الاعتقالات أصبحت علنية، مضيفا أنه سيتم التركيز على من وصفهم بالمجرمين بقدر المستطاع. Hundreds of people know about it. It's a major operation. So if the word gets out, it gets out. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ هاني سليمان مدير المركز العربي للبحوث والدراسات. أستاذ هاني، بعد التحية، يعني تعقيب حضرتك على هذه الخطوة، هذه التصريحات من ترامب، البعض يرى بأنها مجرد تصريحات لوسائل الإعلام ومجرد يعني نعرات من ترامب، والبعض يرى بأنها خطوات ستتم على عدد من السنوات بالفعل لترحيل عدد كبير جدا من المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة. كيف تنظر حضرتك إليها؟ أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. يعني أنا بنظر إلى هذا الإجراء أنه في سياق جملة الإجراءات التي أتى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة أنه له أجندة مختلفة عن سابقيه، ويمكن هو بيتبنى حملة من التمرد على جملة بعض الإجراءات الخاصة ليس فقط بالهجرة ولكن بالاتفاقات الأمريكية مثل الاتفاق النووي مع طهران أو اتفاقيات المناخ أو اتفاقية الأسلحة التقليدية أو غيرها. فبالتالي هو كان يحمل منذ مجيئه للحكم أجندة خاصة بوضعية المهاجرين والحدود وتأمين الحدود، ويمكن ده كان أوقعه في معارضة مع الديمقراطيين والخاصة بتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك وفي المنطقة الجنوبية والجنوبية الغربية. في ظني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عازم بقوة على تنفيذ مثل هذه الإجراءات، خاصة أنه يمكن منذ فترة كان بيؤكد على هذه العناصر بشكل قوي، خاصة من وضع فرص أكبر للمواطنين الأمريكيين وفرص العمالة والتشغيل والصحة، وبالتالي كان يريد شرعنة ووضع أسس ل ضبط عملية المهاجرين غير الشرعيين. ويمكن ده بيأتي في توقيت مهم وهو مقدم على انتخابات رئاسية لفترة ثانية، فبالتالي هو يغازل الداخل الأمريكي من خلال بعض القضايا والملفات ومنها ملف المهاجرين. لكن في ظني أن ده بيحمل سلاح ذو حدين، خاصة أن قد يكون الديمقراطيين لهم وجهة نظر مختلفة خاصة بالإجراءات والمدة والإجراءات الانتقالية أو حتى فكرة المدركات الذهنية الخاصة بمكانة الولايات المتحدة الأمريكية وتعاطيها مثل هذه الملفات، خاصة أنه ملف حساس وبيكون فيه جنسيات وعرقيات مختلفة في الداخل الأمريكي، وهي مهد الحضارة والدولة التي بها حريات وإدماج للمهاجرين المختلفين. يعني بعيدا عن مسألة الهوية ومسألة أنه الولايات المتحدة هي حاضنة المهاجرين وكل هذه الأمور، ولكن هناك أمر هام يركز عليها الكثيرون أيضا، وهي مسألة تأثير هذا الإجراء على الاقتصاد الأمريكي، لأنه الكثيرون من هؤلاء المهاجرين يعملون في أماكن لا يعمل بها الأمريكيون ولا يعمل بها المواطن الأمريكي، وبانسحاب هؤلاء المهاجرين ربما يؤثر على الاقتصاد الأمريكي، وهذا ما رصدته بعض التقارير.
يمكن مش دايما فكره، طبعا من حق كل دوله ان هي تضبط عمليه الهجره غير الشرعيه وغير الرسميه، وتضع ما تراه مناسبا من قوانين واجراءات لحمايه امنها القومي وفكره الحرب على الارهاب او فكره ضبط سوق العمل وغيرها من هذه الامور. لكن ليس في كل الاحوال ان ضبط الهجره غير الشرعيه يكون مفيد للدوله، على اعتبار ان هناك بعض الوظائف وبعض القطاعات يعمل بها مثل هؤلاء المهاجرين، وبالتالي ده بيكون في شكل وجزء منه قد يكون مفيد للدوله او الاقتصاد الداخلي بشكل كبير، ولو جانب ايجابي خاص بانهم بيعملوا في قطاعات معينه وبيساعدوا الدوله في بعض الوظائف التي لا يعمل بها الامريكيين، وفي ذات السياق ان بيمثل جزء من الاقتصاد غير الرسمي، وبالتالي ضبط هذه العمليه واجراءات وتقنين او ضبط العماله والمهاجرين غير الشرعيين وتقنين الاوضاع هو مهم ايضا للاقتصاد، فبالتالي هي يعني سلاح ذو حدين، وقد يكون له تاثيرات سلبيه في الداخل الامريكي على المستوى المدركاتي والمستوى الاقتصادي. اشكرك شكرا جزيلا لك استاذ هاني سليمان مدير المركز العربي للبحوث والدراسات، كنت معنا عبر الهاتف. ذكر موقع بداكسيوكس الإخباري الأمريكي نقلا عن خمسة مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إقالة مدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس. وأوضح التقرير أن المناقشات في هذا الأمر جارية منذ شهر فبراير الماضي، وأن ترامب أشار إلى مرشحين محتملين ليحل أحدهم محل كوتس. وافقت مفوضية التجارة الاتحادية الأمريكية على تسوية مالية قضائية قياسية بلغت 5 مليارات دولار بشأن الدعوى المرفوعة ضد شركة فيسبوك بسبب عدم حماية بيانات المستخدمين. وتجري لجنة التجارة الاتحادية في الولايات المتحدة تحقيقا في تبادل شركة فيسبوك على نحو غير ملائم للبيانات الشخصية ل 87 مليون مستخدم مع شركة بريطانية للاستشارات. I know that we don't exactly have the strongest reputation on privacy right now to. قالت الصين إنها ستفرض عقوبات على شركات أمريكية مشاركة في صفقة لبيع دبابات وصواريخ ومعدات لتايوان. وذكرت الخارجية الصينية في بيان لها أن صفقة الأسلحة الأمريكية تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية. أعلن مسؤولون في وزارة التجارة الكورية الجنوبية أن حكومة سول طلبت من اليابان رفع قيود التصدير التي تفرضها على البلاد، وأعربت عن أسفها العميق لهذا الإجراء. وقال المسؤولون إنه تم تقديم الطلب خلال اجتماع على مستوى العمل بين الجارتين في طوكيو، وهي المرة الأولى التي يجتمع فيها الجانبان منذ أن نفذت اليابان لوائح صارمة بشأن التصدير إلى كوريا الجنوبية. أعلنت شرطة نيوزيلندا نجاح أول عملية لإعادة شراء الأسلحة بعدما سلم 169 شخصا 224 سلاحا ناريا محظورا في مدينة كرايستشيرش، وتعتبر هذه أول عملية لإعادة شراء الأسلحة ضمن 258 عملية من المقرر تنظيمها حتى نهاية العام لتعويض أصحاب الأسلحة التي حظرتها السلطات مؤخرا، وذلك في أعقاب هجوم كرايستشيرش الذي أودى بحياة 51 شخصا وأصيب فيه العشرات. كشف الستار عن الأربع فرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019. يواجه منتخب تونس منتخب السنغال غدا الأحد في 6 مساء على استاد الدفاع الجوي، وفي 9 مساء يلعب منتخب الجزائر مع نيجيريا على استاد القاهرة الدولي. قال الدولي الجزائري رياض محرز إن هدف منتخب بلاده أصبح تحقيق لقب بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر حاليا بعد الوصول إلى دور نصف النهائي، حيث تواجه محارب الصحراء منتخب نيجيريا غدا باستاد القاهرة الدولي. وأكد محرز أن قبل بداية البطولة كان هدف الجزائر هو الوصول لنصف النهائي، لكن الآن سيلعب المنتخب الجزائري للفوز باللقب.
قرر رئيس الحكومة التونسية يوسف شاهد تخصيص 3 طائرات لنقل الجماهير التونسية إلى مصر لتشجيع المنتخب التونسي، وذلك بعد صعوده إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على مدغشقر بثلاثية نظيفة. بدوره أكد هشام بن أحمد وزير النقل التونسي جاهزية الخطوط التونسية لتنفيذ قرار رئيس الحكومة. اختار نادي خورفكان الصاعد حديثا إلى دوري الخليج العربي الإماراتي مصر مقر لمعسكري الإعدادي للموسم الجديد 2019-2020. وأكد النادي الإماراتي وصوله إلى أرض الفراعنة يوم 16 من شهر يوليو الحالي للدخول في معسكر حتى 6 من أغسطس المقبل، ليعود إلى الإمارات بعد خوض عدة مباريات ودية لم يتحدد أطرافها بعد. وتأهل خورفكان إلى دوري الخليج العربي مع نادي حتى يتنافس مع أكبر أندية الدوري الإماراتي في الموسم الجديد بحثاً عن البقاء وتجنب الهبوط مجدداً. أعلن نادي برشلونة الإسباني عن ضم اللاعب الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب فريق أتلتيكو مدريد، وتمتد فترة العقد لمدة 5 مواسم بعد اتفاق الطرفين، ودفع إدارة النادي الكتالوني قيمة كسر الشرط الجزائي الموجودة في عقد اللاعب والمقررة أو المقدرة ب 120 مليون يورو. قدم بايرن ميونخ رسميا لاعبه الدولي الفرنسي بنيامين بافارد لوسائل الإعلام وجماهير الفريق، وكان بايرن ميونخ قد أعلن تعاقده مع بافارد خلال أو قبل انطلاق موسم الانتقالات الصيفية بعد توصله لاتفاق مع شتوتغارت. يذكر أن بافارد كان قد تألق في منتخب أو مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2018 النسخة التي توج بها الديوك على حساب كرواتيا في المباراة النهائية. أعلن نادي أستون فيلا العائد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تعاقده مع المدافع الشاب زريكونسا من صفوف نادي بريتفورد في صفقة تقدر بنحو 12 مليون جنيه استرليني، وكان كونسا جزءا من منتخب إنجلترا تحت 21 عاما والذي فاز بكأس العالم تحت 20 عاما في 2017. وسيعمل كونسا تحت قيادة مدربي السابق في برينفورد دين سميث والذي يتولى حاليا تدريب أستون فيلا. يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. النشر وهذه تذكرة بأهم العناوين. السيسي يتفقد الكلية الحربية ويؤكد أهمية إعداد جيل جديد من القادة والمقاتلين. مصر تستضيف اجتماعا لأعضاء مجلس النواب الليبي في إطار مساعيها لحل الأزمة السياسية. ووكالة فيتش تخفض تصنيف تركيا الائتماني مع نظرة مستقبلية سلبية، والليرة تهوي من جديد. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا جزيلا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.